يعطيك العافية. اليوم راح نبلش عندي في مادة الرسم الميكانيكي اللي عندي فيها راح نستخدم السوفت وير الكريو بارامتريك. اوكي هسا السوفت وير الكريو بارامتريك هو عندي هي سوفت وير بيساعدنا على ان نعمل 3D parts او sketches او اي design of parts. الكريو بارامتريك هو عندي software من شركة PTC. الكريو اللي راح نستخدمه في المادة عندي هون عندي version 2. اوكي اذا في عندك versions ثانية منه انا بحبذ انك يكون في عندك كريو بارامتريك 2 عشان هو اللي عندنا اياه في الجامعة وتصليح الامتحانات والكويزات حيكون عندي اياه على كريو بارامتريك فيرجن 2. اوكي هسا لو نبلش نفتح لك كريو السوفت وير دبل كليك على البوتون تبعه زي ما حكينا انه عندي هي من شركة بي تي سي. بعد ما نفتح الكريو اذا بتطلع لك شاشات زي هيك هاي بنعطي يس وبنعطي يس لحد ما انها تروح. اوكي هسا لما بلش عندك السوفت وير راح يعطيك الشاشة هاي. هسا الشاشة هاي عندي اياها براوزر زي الكروم او الانترنت اكسبلورر اذا بدك تدخل هون مثلا جوجل دوت كوم تعطي انتر راح يفتح عندك هون شاشة الجوجل. اوكي هي عندك يا تماما شاشة زي لك كروم او الانترنت اكسبلورر. انا بديش اياها في المادة عندي هون لو بنعطيه انه اكس هون عندي حتسكر الشاشة. اوكي هلا انا عندي هون صافي عندي شاشة الكريو. اوكي هلا احنا هون لو نبلش الرسم هلا في شغلة كثير مهمة عندي اياها انه كيف نبلش الرسمة. اوكي هلا قبل ما تبلش الشغل لازم نختار احنا وين لازم نشتغل او انه وين الفولدر اللي بدك تشتغل فيه. اوكي هلا انا هون عندي اني عامل فولدر على الديسكتوب مسميه كريو لاب. لو بنفتح عندي في عندي انه كمان فولدر جواته او سب فولدر انا مسميه هون لاب 01. لو بنفتح عندي اياه فاضي. اوكي شباب هلا انا بدي في اللاب اللي راح نسويه اليوم اخزن شغلي جوات الفولدر هذا. اوكي شباب ها كيف بنسويها؟ دائما دائما انه قبل ما تبلش باي رسمه بدك تختار انت وين بدك ترسم على اي فولدر. اوكي هسه لو بنرجع على الكريو عندي هون في خيار اسمه select a working directory. هلا هاي الخيار هذا اذا بنعمل كليك ديسكتوب كريو لاب لاب 1 وبنعطيه اوكي شو معنى هذا؟ معناته انه احنا اي شيء بنشتغله بنسيبه راح يطلع عندك يا جوات الفولدر لاب 1 اللي شفناه قبل شوي. اوكي اوكي هلا بعد اختيار الوركينج فولدر بدنا نبلش فايل جديد نرسم فيه. عندي هون في خيار النيو اذا بنضغطها راح يعطيك الشاشة هاي. اوكي هسا الشاشة هاي فيها تايب سب تايب والنيم تبع الفايل. اوكي التايب عندي انه في اكثر من نوع على الرسمات اللي راح نشتغل فيها عندي في اللاب هون بس ما راح نحكي عن الكل راح نحكي مين عن البارت سكتش
assembly well drawing. اوكي هلا احنا اليوم نشوف الخيار part واللي sub type بدي اخليه هون عندي هي solid. الفايل نيم لو اني اسميه lab _01. هلا في شغله كثير مهمه عندي اياها في الكريو فايل نيمز، ما بقبل انه يكون عندي بالفايل نيم في سبيسز، لا يجب يكون فيه سبيس. اوكي اذا بدك تعمل سبيس بنستبدل لها بالسكرول او انه اندر سكور اللي عندنا اياها في الكيبورد. اوكي هلا هون بنعطيه اوكي. زي ما انتم لاحظين طلع عندك الشاشه هاي والتول بارز اللي عندي اياها هون. هسا شاشه الكريو هاي عندي اياها تنقسم لشاشتين، الشاشه اللي عندي اياها هون اللي بنسميها موديل سبيس او انه السبيس اللي بنرسم فيه. في عندك في الموديل سبيس هذا عندك انه فيه ايش، عندك الكوردينيت سيستم في اكس واي اند زد، معطيك البلينز اكس واي y و z and x z. اوكي شباب اوكي هلا هون احنا بنرسم. اوكي هاي سميناها موديل سبيس. اوكي هلا عندي كمان البارت هذا من الشاشه موديل 3 اسمه. هلا كل كوماند بنشتغله في الموديل سبيس انت هي بيطلع في الموديل 3. هسا لو شايفين عندي هون انه احنا عملنا فايل سميناه lab 01.prt او part. اوكي عندك انه في views right top front او هي اللي عندي اياها ال planes اللي عندي اياها هون. عندي كمان انه في ال coordinate system اوكي اللي عندي اياها هون. اوكي شباب هذا انت هي PRT C System DEF Default. عندي ال PRT C System او Coordinate System Default. اوكي اوكي حلو. طيب هسا احنا في اللاب هذا راح نحكي عن كيف نعمل 3D Parts باستخدام الاكسترود كوماند. الاكسترود كوماند هلا بدك تعمل 3D parts باستخدام الاكسترود كوماند. هلا في الاكسترود كوماند في شغله كثير مهمه زي ما سويته في الاوتوكاد. عشان تعمل بارت اكسترودد لازم تعمل سكشن اوكي 2D سكشن، وتكون عندك السكشن هاي عندك اياها closed section. section عندي اياها مغلقه. بعدين انت بتعمل extrusion للsection هاي بيك thickness او depth معين. اوكي يا شباب اوكي طيب هسا انا عندي الرسم اللي راح نسويها بالفيديو هذا. عندي الشكل اللي عندي اياه هون شبيه بالبيت. عندي ال main body للبيت، وعندي كمان زي الباب هون، عندي كمان هون يعني تو صغير بالسقف. اوكي هسه لو ابني تطلع على ال views of this 3D part عندي هون front top side، عندي ال dimensions of each line and or radius او الزاوية. اوكي هسا مشان اني بلش نرسم بال 3D part لازم اني بلش اني نعمل region او مساحة closed region، بعدين نعمل لها depth. اوكي يا شباب اني اشوف اوكي هلا هون افضل انك تبلش بال section اللي عندي اياه هون او ال front view هاي، ات
تساوي لها extrude or extrusion في depth معين اللي انت هي معطى هون. نشوف كيف. اوكي هلا مشان تعمل ال extrusion عندي command ال extrude نعطيه كليك. دخلنا على الشاشة هاي. هلا هون بطلب منك انك تختار البلين اللي بدك تشتغل فيه. هلا احنا نختار البلين هذا مثلا نعطيه كليك. هلا عندك هون انه صار في ريفرنس لاين. هذا عندي يا ريفرنس لاين وهذا كمان عندي يا ريفرنس لاين. عندي مار في الاكس وهون عندي يا مار في الواي كدايركشن. اوكي هسا لو ملاحظين هون انه عندي بعد ما دخلنا على الاكسترود يطلع عندي في الماضل 3 كوماند اكسترود بس جنبه انه في اللمبه هاي تعني انه الكوماند ستيل مش خالص. اوكي شباب هسه بنجيها شوي شوي. اوكي طيب هلا بعد ما اخترنا البلين اللي عندي اياه هون للرسمه صعب انك ترسم بالاوبليك فيو هاي. هلا لو بنختار البوتون اللي عندي اياه هون اللي نسميه سكتش فيو نعمل كليك عندك صار البلين عندك اياه صار بال 2D. هسا انت هون يسهل انك ترسم بال 2D بلين اللي عندي اياه هون. اوكي اوكي طيب هسا احنا الشكل اللي بدنا نسوي انت اياه زي هيك. اوكي هلا بدك ترسم الفيس اللي عندي اياه هون بس اللي عندي اياه بيسكلي عندي اياه لاينز. اوكي اوكي طيب نشوف كيف. حلو هسا انت بدك ترسم لاين. هسا لو بنيجي على المنيو اللي عندي اياها سكتشنج هون فيها خيارات لاين سيركل قوس فيلت تشامفر هذول بتجيهم شوي شوي. انا بدي هون لاينز بنختار كوماند لاين. اوكي وانه زي ما انتم لاحظين عندي انه صار بدايه السهم عندك انه صار في اشاره انه اكس هاي اللي منها بتبلش اللاين. هلا لو بنعمل كليك بننزل. هلا اذا لاحظين عندي هون صار في حرف اللي في او فيرتيكال بنعمل كليك ثانيه يمشي الى اليمين عندك انه صار في اتش هوريزونتال لاين. اوكي بنعمل كليك يطلع فيرتيكال لاين لاين مايل عندي لاين مايل بنسكر السكتش هاي. اوكي بس هسا اذا ملاحظين عندي هون انه اللاين كوماند بعده عندي يا شغال هاي لسه في لاين عندي واللاين كوماند هون عندي يا ستيل شغال. ايش بدك تعمل؟ بنعطيه سكيب. اوكي راحت اللاين تشين هاي اما الكوماند لاين انت يا ستيل شغال. اوكي هلا اذا بنعطيه سكيب ثانيه عندي اللاين كوماند انت يا طفى. اوكي وعندك انه صار هون الريجن عندي هون صارت صفراء. ايش يعني عندي الريجن لونها اصفر؟ يعني انها كلوزد ريجن. اوكي شباب اوكي هلا بعد ما خلصنا الريجن هاي اذا بدك تعمل زومينج عندك انه في خيارات كثير. اذا بدك تعمل زوم عندك الماوس ويل لو بحرك الويل عندي زوم اوت وعندي كمان زوم ان. هلا احنا هون انه سوين زوم كثير اذا بدك ترجع لل بيست فيت للفيو نكبس على كوماند ريفيت اللي عندي اياها هون عندك الفيو انت يا رجعت للبيست فيو. اوكي شباب اوكي هلا الجميل في الكريو هون انه
بعطيك انك ترسم السكشن باي دايمنشنز انت بدك اياها، بعدين اختار السبيسيفيك دايمنشن. اوكي، هسه انا بدي مثلا ان اغير هون الدايمنشن الى اللاين ها اللي عندي اياه هون. اوكي، بس انه قبل لا اني ابلش فيه، اذا ملاحظين عندي اللون هون انه عندي بلو او انه ازرق فاتح. اوكي يا شباب، اذا بدي ان اغير الدايمنشن هذا اللي عندي اياه، كان في الرسم عندي اياه 400، اذا بنعمل هون دبل كليك اوكي، بعطيك خيار انك تعمل تعديل على الدايمنشن، تدخل هون 400، نعطيه انتر، عندك الدايمنشن عندي هي صار 400. اوكي، هلا اذا بنعمل كليك برا هون، اوكي هلا اذا ملاحظين انه لون الدايمنشن عندي هي دارك بلو او كحلي، صح؟ هسا شو اللي فرق بين البلو اللي فاتح هذا والدارك بلو؟ اوكي، هسا البلو اللي فاتح احنا بنسميه ويك دايمنشن، عندك اياه طالع هون انه ويك دايمنشن. شو يعني؟ يعني انه الدايمنشن هذا لسه ما دخلناهوش. اوكي، اما الدارك بلو عندي اياه سترونج دايمنشن، عندي اياه دايمنشن قوي او انه تم ادخاله باليد. هسه الويك دايمنشن اذا بغير مثلا الدايمنشن هذا عندي هي بيتغير، بس السترونج دايمنشن هذا عندي هي راح يظله ثابت، عشان هيك هذا عندي هي ويك، هذا عندي هي سترونج. اوكي يا شباب، اوكي. هلا احنا كمان انه بدنا الطول هذا والطول هذا اللي عندي اياهم متساويين هون 150 at each side. اوكي، هسه بدنا ندخل الطول هذا عندي اياه 150، لو نعمل دبل كليك هون ندخل 150، نعطيه انتر، عندي الدايمنشن لو بنكبس برا هون عندي اياه صار 150. اوكي، طيب هسه مشان اللاين هذا انت عندك انه في خيار، يعني اما بتدخل الطول انت هي 150 مره ثانيه، او انه بنفهم الكريو انه عندي الطول في اللاين هذا عندي بيساوي الطول اللاين هذا. اوكي، هلا اذا بنيجي على المنيو اللي عندي هون كونستين او المحددات، عندي انه في خيار عندي بنسميه هون انه ايكوال. هلا هذا بسوي لك تو دايمنشنز متساويين، يعني اما طولين او زاويتين او تو رادياسز او كيرفتشر رادياس معين او طول كيرف معين. هلا في عندي خيارات ثانيه هون، بس هاي بنيجيها بالكلاس از وي جو. اوكي، هسا اذا بنختار الكونسترينت هون عندي انه ايكوال، بدك تختار الريفرنس لاين، اللاين اللي بدك تعمل لتغيير على اساسه. اوكي، انا عندي اللاين هذا، هسا بدك ثانيا تختار هون اللاين اللي بدك تغيره اللي انا عندي هون. اوكي، اوكي شباب، هسا اذا لاحظين عندي انه صار الطولين متساويين، بس انه في كمان شغله اضاف لك هون ال1، عندي هون كمان ال1. شو يعني ال1 ال1؟ هلا هذا بقول لك انه في عندك اللاين هذا بيساوي اللاين اللي عندي اياه هون، هذا ال الكونسترينت اللي عندي اياه هون انه طول ال1 او اللاين 1 هذا بيساوي عندي الطول ال1 هون. اوكي، اوكي تمام. اوكي، هسا اذا ملاحظين انه الكوماند ستيل عندي هي شغال، هلا نعطيه اسكيب، اسكيب ثانيه عندي هي طف. اوكي يا شباب،
هسه لو بنعطي ريفيت بنرجع للبيست فيو. اوكي اوكي تمام. هلا احنا شو ضل عندنا هون بالسكتش هاي؟ عندي ضل الزوايا 110 and 110. اوكي هسه لو بنيجي عندي على الزاوية هاي دبل كليك اوكي ادخل 110 اعطيه انتر. هسه الزاوية هاي عندي صارت 110 اوكي. هلا اذا بدك الزاوية هاي اما انه بتعمل كمان مرة انه يكوال كونسترين او انه بتدخل الدايمنشن مانيوال 110 اوكي حلو. اوكي شباب هلا انه عندك مور ذان 1 ميثود حتى انك تعمل لتغيير الطول او الزاوية. اوكي اوكي طيب هسه ظل في عندي هون شيء ثاني اني اساويه بال الفيو هاي. اتوقع انه كل شيء عندي اياه جاهز. اوكي طيب هسه بعد ما اخلص الفيو او ال 2 دي فيو اللي لازم تكون عندي اياه كلوزد اللي عندي اياه صفرة هون لو بنعطيه الكوماند اللي صح او انه اوكي هاي اللي معناتها سيب ويطلع من السكشن هاي. اوكي هلا عندي صار في انه اللون تغير عندي اياه من يلو الى اورنج. اوكي اوكي طيب هسا اذا ملاحظين عندي هون الطول اللون هذا بيعني لي انه عندي البادي هذا 3 دي. اوكي بس احنا مش شايفين انه عندي اياه 3 دي. هلا بدك تعمل سبيننج السبين هاي نضغط كنترول اوكي وبنضغط بالميدل ويل السكرول يعني وبنلف. هلا عندي هون صار في سبين زي هيك. اوكي انا بدي ديشها انا بدي مثلا كنترول وايش هسا اذا بدك تعمل السبيننج هاي لو بترجع ريفت لو بنضغط كنترول سوري بالسكرول بوتون او الويل بوتون ونحرك الماوس عندك انه في صار عندي هون دوران للموديل او انه عندي صار في روتيشن للموديل هذا. اوكي هسا لو بنعطيه ريفيت انتيتي يرجع للبست فيو يزوم زي ما بدك. اوكي اوكي تمام. هلا الاكسترود سكرين هاي عندي اياها ايش فيها شغلتين مهمات هون عندك بدايه السهم هذا بيعني عندي انه الدايركشن اوف الاكسترود. اوكي هلا لو بنضغط على السهم هذا عندك يا صار بال عندك يا صار بال الدايركشن الثاني اللي عندك يا الى جوا الشاشه. اوكي اوكي هلا في ناس بتسال كيف سوينا البانينج هاي بنضغط شيفت بال ماوس ويل بنضغط وبحرك زي ما بدي. اوكي يا شباب اوكي طيب هسا لو بنرجع للسهم هذا اذا انت هي الدايركشن تبعه انت هي جوا الشاشه اذا الاكسترود دايركشن انت هي جوا الشاشه. هلا لو بنضغط مره ثانيه على السهم عندي الاكسترود دايركشن عندي يا صار برا الشاشه. هلا السهم هذا عندي هي يماثل البوتون اللي عندي اياه هون اللي قايل لك اياه انه تشينج الديبث دايركشن او الاكسترود دايركشن. هلا لو بنضغط عليها بتعطيك نفس الفانكشن انه الضغط على السهم اللي عندي اياه هون. اوكي اوكي هلا اذا بدك تدخل الطول الاكسترود او الديبث عندك انه في خيارين اما بندخله هون بال
الفراغ هذا، او انه بنعمل دبل كليك على الدايمنشن هذا وبندخل الدبث اللي بدك اياه. اللي عندي اياه 500 هون، انتر 500 اللي عندي اياه انا هون، هاي اوكي 500. اوكي هلا احنا شايفين انه البادي عندي صار برا الشاشه. لو بنعمل ريفيت مع شويه بانينج وزومينج راح يطلع عندي الشكل اللي بدي اياه انا هون. اوكي هلا اذا لاحظين عندي انه صار البيت عندي جاهز. اوكي هسه خلصنا احنا من الاكسترود كوماند هذا، نعطيه إشارة الصح. هاي عندك إنه صار البادي عندي يا 3D، أوكي عندك يا solid part، عندي يا solid part. إذا لاحظين ال extrude one هاي زمان كان في جنبها لمبة، هسا عندي إياها راحت. إيش يعني؟ يعني إنه الكوماند هذا عندي يا خالص أو إنه جاهز. أوكي هسا اذا ملاحظين عندي هون انه البلينز هاي ستيل طالعه. اوكي الاكس واي بلين والواي زد والاكس زد بلينز ستيل عندي اياها طالعه. اذا مسويت لك ازعاج هون، اذا بدك بنطفيها على الفلتر اللي عندي اياه هون. اوكي هسا انا معطيه خيار انه شو اول بلينز. اوكي هسا اذا بنشيلهم كلهم عندي اخفوا كل البلينز اللي عندي اياها هون. اوكي او بنختارهم بكلهم او بعض منهم. اوكي خلينا نشيل كلهم. اوكي هلا معطيك كمان هون ايش الكوردينيت سيستم. اوكي هلا اذا بدك تخفيها بنطفي الخيار اللي عندي اياه هون اللي هو سبين سنتر. اذا بدك تخليه بنكبسه عندي اياه شغال هون. اذا بنطفيه راح عندي الكوردينيت سيستم. اوكي طيب هلا في شغله كمان عندي اياها هون الفيوز. اذا بدك تعرض الفرونت فيو مثلا بنختار على الفيو. اوكي بنختار فرونت فيو مثلا. اذا بدك التوب افرجاك التوب فيو هون. اذا بدك تشوف مثلا الباك او الرير. اوكي واذا بدك الليفت او الرايت فيو. اوكي او اذا بدك بالستاندرد اورينتيشن اللي عندي اياها بالاوبليك بلين اللي عندي اياها زي هيك. اوكي شباب اوكي هاي الفيوز لل 3D بارت. اوكي في شغله ثانيه مهم عندي اياها ديسبلاي ستايل. اوكي هلا انا الستايل اللي عندي اياه هون شيدنج، بعطيك شيد عندي للموديل هذا. هلا مثلا لو بنختار الواير فريم عندي صار بعطيك بس الخطوط تبعت انه احرف الرسم. اوكي ما راح اخوض كثير بالشيدنج ستايلز هاي، بدي لو اني ظن على الشيدنج. اذا حاب تعرف شو وظيفة كل فيو هون لحالك بتلعب فيهم. اوكي يخليني هون بس على الشيد. اوكي طيب هسا احنا لسه هون ما خلصناش الرسمه، احنا بدنا شو كمان نضل فيها. بدي نعمل الباب هذا اللي انت هي ماشي لنهايه الشكل او البيت. اوكي معطيك الدايمنشن تاعته عندي اياها هون. اوكي واللوكيشن تبعه. اوكي طيب هسا مشان انك تعمل الباب ها انت بدك تعمل اكسترود انت يا ماشي جوات البادي، بعدين تعمل ريموف ماتيريال الى الاكسترود.
اكسترود ها اوكي طيب نشوف كيف. هسه لو بنعمل اكسترود هون راح يطلب منك البلين اللي بدك تشتغل فيه. انا بدي البلين اللي عندي على السيرفس هذا بنختاره، اعطاني ريفرنس لاين وعندي كمان ريفرنس لاين ثاني. لو بنعطيه سكتش فيو عندك صار عندك يا زي اوكي طيب. بس انت هون مش مرتاح كثير بالرسمه اوكي، ايش بدك تعمل؟ بدك تعمل دوران للبادي هاد اوكي، او تعمل سبين. السبين عندي اياها زي هيك، انه بنعمل بالكنترول وبنضغط بالميدل ويل وبنعمل السبين دايركشن اللي بدك اياه. اوكي شباب اوكي طيب خلينا نلعب هيك كمان شوي اوكي تمام هيك. اذا بدك تظبطها اكثر بتظبطها ما بدك بكيفك، اعمل ريفيت عندك اياه صار بالشكل. اوكي شباب اوكي اوكي تمام طيب تمام. هلا احنا بدنا نعمل ايش؟ بدك ترسم انت لو اني اسوي هيك بسهوله اكثر اوكي. اذا انت بدك ترسم باب على السيرفس هذا اوكي، تعمل اكسترود جوا البادي بعدين نعمل ريموف ماتيريال اوكي تمام اوكي حلو. هسه اذا بدك تعمل الباب هذا اللي عندي اياه هون، بدك تعمل السكشن اللي عندي اياه هون اوكي. طيب خلينا نشوف كيف. بدك تعمل لاين تبلش عندي من الحرف هذا، بس انا مش قادر ابلش من بداية السيرفس، انا مش قادر انه نمسك الحرف اللي عندي اياه هون. هسه لو بنعمل سكيب اوكي، عندي هون في فلتر، عندي هون فلتر اوكي شباب، او انه في شغله ثانيه بدك تعمل ريفرنس لاين ثاني عندي يا بمر بالحرف هذا. هسه لو بنيجي على ريفرنسز هون بدك تعمل انه ايدج، او اذا بدك تعمل بلين او اللي بدك اياه. انا بدي هون ايدج اوكي. هسه لو بنيجي هون عندي انه في خيار اسمه ايدج، بنضغط عندك وبنعطيه سولف وبنعطيه كلوز. عندك هون صار فيه ريفرنس لاين، لو نسويها مره ثانيه بدي انا ايدج، بنضغط هون ايدج اوكي وبنعطيه كلوز. ما زبطش معي ليش لا، اذا ملاحظين عندي صار في هون ريفرنس اوكي. طيب هسه نجرب اللاين، هينا بنمسك الطرف الحفه هاي اوكي تمام. ها حلو، هسه نبلش مثلا عندي من البوينت هاي نمشي بخط، نطلع خط افقي او فيرتيكال ونمشي. هسه اذا بتعمل تيجي هون و نطلع فوق بعطيك الكونستنت المعال. انا بديش اللي طولين هذول يكونوا متساويين، بدي الثانيه تكون عندي اياها مع اللاين اللي تحتاني. بنضغط بنسكر هون السكتش سكيب سكيب الثاني اوكي. طيب هلا عندي هون الباب عندي اياه صار
شكله عندي يا سكوير صح؟ أنا بديش يا سكوير، أنا بدي بدال اللاين اللي عندي يا فوق هون بدي يكون عندي يا قوس. هسه لو بنضغط على اللاين هذا وبنعطيه ديليت عندي يا راح صح؟ هسه بدك تعمل قوس، عندي خيار اسميه ارك اوكي. هسه لو بنضغط على القوس وبنختار البوينت 1 والبوينت 2 وبنطلع الى فوق شوي عندك انه صار في قوس صح. هسه بدك تطلع من الكوماند اسكيب، عندك اياه صار السكشن عندي اياها تقريبا انها جاهزه صح. حلو طيب، هلا هون بدك تعمل ايش؟ بدك تدخل الدايمنشن صح. انا الدايمنشن هذا اللي معطيني اياه هون 112، انا اصلا بالشكل عندي هي 50 ندخل هون 50 عفوا 50 انتر. حلو، وعندي كمان لو نزوم شوي الطول هذا عندي اياه كم كان في الرسمه هون؟ عندي اياه 30. طيب هاي 30 صح. هسه انا عندي انه في خيار جاهز انه الطول ال1 هون بيساوي الطول ال1 اللي عندي اياه هون. اوكي تمام حلو. طيب هلا بدي كمان ايش؟ بدي الراديوس الى القوس هذا اللي انا عندي اياه هون معطيك اياه 50. هذا حكي مش مزبوط. الراديوس القوس هذا عندي اياه 25 انت صح؟ 25 ليش؟ عشان عندي الديامتر هذا كامل عندي اياه 50، اذا الراديوس عندي اياه 25. اعطيه اسكيب عندنا هيك جاهزين. اوكي طيب هلا انه في اشي ثاني عندي اياه غير الدايمنشن او الدايمنشنز للدور. انا عندي اللوكيشن تبعه، عندي اللوكيشن تبعه صح. حلو، انا بدي السنتر بوينت هاي تكون عندي اياها في نص السيرفيس اللي عندي اياه هون، بدي اياها في نص السيرفيس اللي عندي اياه هون مش هيك؟ طيب لو بنرجع على الرسم عندي اياها المسافة عندي اياها 250 صح، او بنص الديستانس او الديبث اللي عندي اياه هون. هسا كيف بدك تدخلها هاي؟ عندك انه في خيارين، اما بنغير الدايمنشن هذا اللي عندي راح يكون 250 ناقص 25 راح يكون عندي 225، او انه بدك تعمل دايمنشن ثاني بعرف دايمنشن ثاني من السنتر بوينت هاي لا الحرف او الريفرنس لاين اللي عندي هون. هسه لو بنيجي على النورمال كوماند اللي عندي هون اللي بقول لك انه كرييت دايمنشنز اوكي، بنضغط بنيجي على السنتر بوينت وبنيجي على الريفرنس لاين وبنطلع سموير بعطيك عفوا اندو. طيب مره ثانيه النورمال الحرف والسنتر بوينت اوكي. هسه مش قابل ليش؟ عشان انه ما بزبط عندك ريفرنس لاين او لاين مع بوينت اوكي، لازم الاثنين يكونوا اما الاثنين بوينتس او الاثنين يكون عندي اياهم لاينز، عشان هيك مش قابل. اوكي طيب اذا مش قابل معك هيك بنيجي على الدايمنشن هذا وبندخله عندي 225، فصار عندي الباب عندي اياه في نص السيرفيس اللي عندي اياه. اوكي اوكي شباب اوكي تمام حلو. هسا احنا خلصنا الدايمنشن واللوكيشن. هسا لو بنعطيه اوكي زي ما نسوين قبل شوي اوكي حلو. هسا اذا ملاحظين عندي انه الدايركشن الاكسترود عندي هي خارج البودي، انا بدي اياه داخل البودي اوكي. في خيارين، اما نضغط السهم هذا او انه بغير الدايركشن عندي من هون. طيب هسا انه بدي اياه يكون
الى نهايه البادي او طالع منه، مش ما في شيء فارق عندي هون. اوكي هسه انا عندي بدي نشيل الماتيريال هاي من كل الرسمه. عندي هون في خيار ريموف ماتيريال. هسه لو بنضغط ريموف ماتيريال راح نشوف عندي انه الماتيريال عندي اياها راحت من البادي كامل، صح؟ هلا عندي الباب هذا صار عندي اياه جاهز. لو نعطيه صح عندك الثري بادي هون عندي اياه صار جاهز. هسه لو بنختار ديفولت او الستاندرد اللي عندي اياه زي هيك، صح؟ عندك الباب هذا عندك يا راح، واذا بدك باير فريم هي عندي يا راح. اوكي شباب، اوكي طيب خليني على شيدنج هون. اوكي تمام طيب، واذا ملاحظين عندي في الموديل 3 عندي صار في الكوماند اكسترود، اللي هسه لو بنضغط هون على الكوماند اكسترود 2 بعطيك انه عندي الاكسترود هذا هو اللي عندي يا اكسترود نمبر 2. اوكي اوكي تمام طيب. هسه احنا هون في الفيو هاي او في الرسمه هاي خلصنا البادي والباب. انا يضل بدي الا احكي معي بدي ال انه 2 اللي عندي اياه هون اللي دايمنشن تبعته عندي اياه زي هيك. اوكي واللوكيشن عندي اياه معروف. هسه لو بنرجع هون طيب، هسه بدك تعمل اكسترود ثاني نختار فيه السيرفس اللي بدي اشتغل فيه اللي عندي اياه هون. طيب وبنعمل سكتش فيو صار عندي السيرفس هذا عندي اياه في ال 2D. اوكي شباب اوكي طيب، هسه بدنا نرسم ال 2 هذا. بنبلش بالكوماند لاين، بنبلش من اي نقطة وبنرسم الشكل اللي بدي اياه. بنعطيه سكيب سكيب عندي الفيو صار عندي اياها في ال 2D او عندي كلوزد ريجن. اوكي هسه لو ندخل الدايمنشنز اللي عندي اياها، الطول هذا عندي اياه 120 والطول هذا عندي اياه 40، هاي 120 والهاي عندي اياها 40. تمام حلو طيب. هسه احنا هون خلصنا سوري، هسه احنا هون خلصنا. اذا بدك تبين الدايمنشن هذا بنضغط وبنطلع فيه لاي بوينت بدك اياه. اوكي طيب، هسه احنا هيك ما خلصناش، احنا بدنا اللوكيشن لل نوتو هذا يكون عندي اياه صحيح. تمام طيب، هسه انا عندي اياه بيجي من مسافة 100 من الحرف اللي عندي اياه هون. هسه هاي لو بنرجع هون انا المسافة بدي اياها 100، صح؟ هاي المسافة من اللاين هذا للحرف هذا بدي اياها 100. بنيجي على خيار النورمال كرييت دايمنشن وبنختار اللاين هذا والريفرنس لاين اللي عندي اياه هون، وبنيجي بيناتهم بنكبس بالميدل ويل بعطيك الدايمنشن. انا عندي اياه 120 اعطيه انتر، نعمل زوم مناسب عندي مسافة 120. اوكي هلا إن خلصنا من النورمال هاي اعطيه سكيب طفيناها. اوكي طيب هلا انا بكفيش عندي بس اللوكيشن من هون، انا بدي اللوكيشن اللي عندي اياه كمان في الفيو وبدي اياه مسافة 20 من الحرف اللي عندي اياه هون. اوكي طيب هسه كيف بنعملها هون؟ هسه بدك تعمل دايمنشن بين اللاين هذا والحرف اللي عندي اياه هون، صح؟ نختار نورمال، صح؟ بنختار اللاين
هاد وبدي الطرف هاد بس مش معطيني هون انه حرف او انه ايدج صح معطيك بس سيرفيس طيب ايش بدك تعمل هون هسا لو بنيجي على الفلتر اللي عندي يا تحت وبنختار خيارها اللي عندي يا ايدج اوكي وبنختار الحرف هذا اوكي نعطيه انتر عفوا بنعمل كليك وبنيجي يسموير بيناتهم وبنضغط بالميدل ويل عندك الدايمنشن بيناتهم صار بنقدر ان ادخله عندي هون 20 اعطيه انتر صارت المسافة بيناتهم هي عندي اياها 20 اوكي شباب الخيار هذا ستيل عندي اياه شغال بنعطيه سكيب عندي اياه راح اوكي شباب اوكي تمام طيب هسا اللوكيشن والدايمنشنز عندي اياهم صحيحين بنعطيه اوكي اوكي بنعطيه اوكي هون عندك ظل بدي ايش هون الارتفاع لل انه توها انا مش معطيك اياه في الرسم هون بنختار على كيفنا مثلا انا بدي اياه يكون 20 دبل كليك 20 انتر انه تو عندي اياه صارت قيمته 20 اوكي شباب اوكي تمام هسه بندخلها هون او هون خليني اسويها 25 انتر اوكي سيف صح عندك صار البادي هون عندي يا جاهز صار عندي البارت هاد عندي يا جاهز اوكي شباب اوكي تمام هسه في شغله مهمه كثير في الكريو هسه لو نطلع من السوفت وير نعطيه اكس هون بقول لك انه بدك تطلع اذا بتحكي له يس لا سمح الله راح يكون راح يروح عندك كل شغلك عشان هيك قبل ما نطلع بنعطينه هون وبنروح بنعمل سيف اوكي هلا بسيب لك في الفولدر لاب 1 اللي اخترناها في البدايه هسا بنعطيه اوكي انتهينا هسا لو بنروح على اللي فولدر لاب 1 اللي اشتغلناه عندك يا صار هون اوكي يا شباب اوكي طيب هلا انا عندي يا جاهز صح هسه لو نجرب نعمل سيف بثاني بنعطيه اوكي وتع افتح عندي الفولدر لاب 01 عندي انه صار في فايلين واحد دوت بارت دوت 1 والثاني عندي يا دوت بارت دوت 2 هسا اذا بدك تسلمني فيرجن في الامتحان لا تسلمنيش ال 2 فايل اللي بدي اياه منك هون انه تسلمني 1 فايل هلا كيف بنعمل هاي نيجي على فايل عندي مانج فايل وبنحكي له اولد ديليت فيرجن delete old versions اوكي شباب اللي ديليت هاي راح امحي لك كل اللي فيرجنز اللي قديمه وخلي عندك بس اخر فيرجن اللي انا عندي هون دوت بارت دوت 2 تعمل كليك وبتعطيه هون صح واذا بنرجع على الكوماند او الفولدر عندي بس يضل part 2 dot part dot 2 اوكي تمام حلو طيب هسه احنا هيك سيبنا الفايل اذا بدك مثلا تاخذ صوره لل البارت هذا لو تعمل سيف از كوبي اوكي واذا بدك تختار الفايل تايب بنختارها من المنيو هاي مثلا بدي اياه صورة اللي جيبيج بنختار الفايل تايب جيبيج عفوا وبنختار النيم
عندي تيا لاب 0.1 بنعطيه اندر سكور من نسميها فوتو مثلا او بيكتشر. اوكي اعطيه اوكي. هسه بعطيك الويندو هاي بعطيك فيها خيارات الريزوليوشن ما راح نلعب فيها هاي فبنعطيه اوكي. اوكي تمام. هسه لو بنرجع على الفولدر 01 عندي صار في فايل اسمه لاب 01 بيكتشر افتحه عندك صارت الفيو عندي اياها زي هيك. هلا انه في اشي مهم كثير عندي هسه البيكتشر هاي بتكون عندي اياها بتشبه اللي عندي اياه طالع هون. اوكي هلا لو مثلا بنعمل فيو او بنعمل روتيت للبادي اوكي بنعمل ريفيت اوكي واذا بدك تعمل فايل سيف لبيكتشر ثانيه سيف از كوبي بدك تعمل بيكتشر ثاني عندي اياها جي بيج كمان اسميها بيكتشر 2 بيكتشر 2 انتر نعطيه اوكي. هسه لو بنيجي هون على الفولدر عندك انه صار في بيكتشر 2 فايل لو بنفتحها راح يعطيك الفيو اللي كانت عندي اياها هون. اوكي اوكي شباب. طيب هلا انه في اشي ثاني مثلا اذا بدك تعرض ال البلينز والسبين سنتر وتعمل سيف از كوبي جي بيج هون جي بيج اوكي ونسميه بيكتشر 3 عفوا هاجي 3 انتر نعطيه اوكي. لو بنروح بنفتح بيكتشر 3 اللي غلطانين بالاملاء فيها هون راح يطلع عندك البلينز اللي احنا يسوين هالهم الشو هون. في شغلة انه الصورة بتعرض لك كل اشي موجود عندي في الموديل سبيس هون. اوكي يا شباب كل اشي عندك يا طالع في الموديل سبيس هون راح يطلع عندي في الصورة. اوكي اوكي تمام حلو. اوكي طيب هسه بنكون احنا خلصنا هيك بنطلع من الفولدر السوفت وير بنحكي له يس هون. اوكي طيب هسه بدي منك في هوم وورك عندي يا ظل. اوكي طيب هلا اللي بدي اياه منك عندك ال 3D بارت هذا. اوكي بدي تعمل البارت هذا بال 3D بال كريو بدل غايدي نمبر هاي دخل لي رقمك الجامعي. اوكي يا شباب بدل اي دي نمبر دخل لي محلها او انك تعمل اكسترود لرقمك الجامعي. بالنسبة للدايمنشنز انت اختار الدايمنشنز اللي بدك اياها. اوكي يا شباب مرة ثانية بدك تعمل ال 3D part اللي عندي اياه هون بدال ال ID number هاي بدي تكتب هون رقمك الجامعي. اوكي اوكي اليوم خلصنا هيك يعطيكم العافية.